لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. أهلا بكم. إذن حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. طبعا لا شك أن من يملك التاريخ يملك المستقبل، بمعنى لو إحنا فاهمين كويس، قارين كويس، مذاكرين كويس، عايشين كويس، فاهمين كويس تاريخنا، نقدر ببساطة نذهب معا بأمان أو بالحد الأدنى من الأمان إلى المستقبل. إنما لو تاريخنا مشوه ملخبط، إحنا مش عارفينه ومش حاسينه ومش عايشينه ومش فاهمينه ومش واعيين بيه، فبالتأكيد نحن نذهب باضطراب وتعثر إلى المستقبل. أظن إن دي حالتنا الراهنة في أوطاننا العربية. أظن ظنا يصل إلى حد الاعتقاد واليقين إنه من لا يملك فهم حقيقي للتاريخ لا يمكن أن يملك طريقا سالكا للمستقبل. عشان كده كل كلام وكتابة عن التاريخ مهم جدا في حياتنا وضروري وواجب أيضا. واحد من الأسماء المهمة للغاية اللي بتابعها من فترة الكتب، أدي كتب محترمة وشيقة وفاهمة ومدركة وواعية وقادرة على صياغة وتقديم التاريخ برؤية شديدة الأهمية وشديدة الجدارة، هو الأستاذ الكاتب والباحث الأستاذ وليد فكري. أهلا بك أستاذ وليد، منورنا. احنا جبناك من اسكندرية معلش، في لكن يعني اسكندرية التاريخ نفسه، يعني ربما يعني الشغف بالتاريخ يبدأ من كونك اسكندرانيا. أو ده فعلا. لكن خليني أسألك السؤال الأول بمناسبة أحدث إصداراتك، كتاب دم الخلفاء، النهايات الدامية لخلفاء المسلمين، وقبلها كان كتاب دم المماليك. الاثنين عن ضر الواقع أظن. الاثنين صادرين عن ضر الواقع. خليني أسألك سؤال الأول، وهو إيه سر الشغف والغرام بالتاريخ؟ يعني ليه أي إنسان ممكن يلاقي نفسه عنده هذا التواصل والوصول لعالم كتابات تاريخية وقراءة في التاريخ وإلى درجة التخصص كما بدأ ويبدو رغم أنك راجل حقوقي وخريج كلية الحقوق؟ هو بشكل شخصي الاهتمام بالتاريخ سبب أني دايما عندي مشكلة في حتة أن حاجة تبقى هي كده. يعني لما يبقى في حاجة قدامي وأسأل طب دي ليه، إزاي، فين، فيتقال هنا هو الإهداء هو الجميل اللي أنت كاتبه في دم الخلفاء. أن أنت لازم بعد إذنك الإهداء. أستاذ وليد فكرة هيقرأ لنا الإهداء اللي كاتبه، لأنه خليه كمان يبقى إهداء الحلقة. الإهداء إلى كل من يرى عقله أكرم عنده من أن يقال له هكذا قال السابقون فلا تسأل فيوافق، وإلى كل قارئ لن يتوقف عند هذا الكتاب وسيدفعه فضوله للبحث في المراجع المذكورة في آخره ليكون بنفسه قناعاته حتى وإن اختلفت مع تلك التي لكاتب هذه الصفحات. أو لضيف هذه الحلقة. يعني تعديل بسيط للإهداء بس. فهو الفكرة كلها أنا ما بحبش حاجة كانت قال لي فيها هو كده. كان دايما عندي شغف بالأسئلة كتير، لدرجة أن في كلمة قالت لي، كان يعني أحد علماء الأزهر الله يرحمه كان الشيخ إبراهيم جلهوم، فمرة من المرات هو صديق للعيلة، فأنا صغير وقاعد بتكلم معاه فلقيته بصلي شوية قال لي على فكرة يا ابني أنت مجادل. انا مش عارف هو كان بيقولها كمدح ولا كذم الحقيقة، بس انا كنت شايف ان فكرة الجدل وانك تدور الله اعلم، ولكن انا شايف انها حاجة كويسة ان ندور دايما اصل كل حاجة ايه. دي حاجة. السبب بقى العام لما نيجي نشوف الانسان بيتميز بايه، دايما يقولك الانسان حيوان اجتماعي، الانسان حيوان مفكر، الانسان لا، والانسان بيتميز عن الكائنات التانية بايه، بانه الكائن الوحيد اللي بيحرص على التعلم من التجارب التاريخية. يعني كل الكائنات بتتعلم من التجربة والخطأ تمام، ولكن مفيش كائنات تانية بتحرص انها تدون تجاربها دي، انها تورثها للي بعدها، انها تطورها. فالانسان كائن تاريخي بطبيعته. فانا الانسان ده الانسان بشكل عام، مش احنا، لان احنا برضو احنا نتباهى بالتاريخ لكن ما بنفهموش ونعرفوش. ما دي بقى فكرة القراءة. كان في كتاب رائع جدا لدكتور قاسم عبدو قاسم اسمه قراءة التاريخ، كان بيتكلم في النقطة دي. في حاجة اسمها قراءة الماضوية للتاريخ، الناس اللي بيبكوا على الأطلال، عندما كنا عظماء كنا جبالا اللي هم كل التاريخ بالنسبة لهم عبارة عن بكائيات، حائط مبكى كبير واقفين عنده. في ناس تانيين بيقروا قراءة مستقبلية للتاريخ، اللي هو طيب دلوقتي ده اللي حصل، استفيد منه ازاي عشان ما سيحدث قدام، ازاي اتحول من شخص من نقطة المفعول به للفاعل، يبقى ليه دور فاعل في التاريخ. فدي القراءة المطلوبة للتاريخ، اللي هي القراءة المستقبلية. احنا حابسين نفسنا في القراءة الماضوية، قراءة قائمة على
يعني اما ان هي توظف كبكائيات ولطميات، يا اما توظف ان هي تحيي جوانا اعتزاز بامجاد ماضي احنا بصراحه ملناش فضل فيها ان احنا نعتز. هو غالبا بيبقى تاريخ دعائي اللي بيقدم لنا حتى في كتب المدرسه مناهج التاريخ كلها يعني تاريخ دعائي، ما فيهوش التاريخ الحقيقي طول الوقت، وكانه ماده للدعايه اللي هو كنا عظماء، كنا مش عارف ايه، كنا ايه، والناس كلها مثاليه والناس كلها كويسه وكل القضاء في منتهى الجمال والروعه والمثاليه وكل المسلمين كانوا حاجه ما حصلتش في روعتهم وكل يعني كلام كله يعني حاله دعائيه، كانه بيعمل اعلان عن التاريخ، تعرف الاعلان له قواعده لازم يقدم لك السلعه اجمل في السلعه، يعني كبيره ولذيذه مش عارف مغذيه فبيقدم لك التاريخ بالطريقه دي. ما دي المشكله ان احنا التاريخ اصلا فكره وجود حاجه اسمها مقرر التاريخ دي في حد ذاتها انا مستغربها جدا. ليه؟ التاريخ كائن حي عامل كده زي الانسان، لو جبت بني ادم وقلت فلان رايك كيف الاستاذ ده هيختلف رأيه عن علان، هيختلف رأيه عن شخص ثالث عن غيرهم. فالتاريخ كذلك ما ينفعش ان احنا نقول حصل كذا 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 تحليله كذا 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 وهو ده المقرر وإجابته. تعرف في تقليد كده بين طلبة المدارس قبل ما يقول لك اسباب اندلاع الثورة يقول لك على طول كسرة الضرائب استنبط ايوه ان هو تحول لشخص حافظ زي ما يقولوا حافظ مش فاهم. فالتاريخ المدرسي لا، هو اصلا فكره يبقى في حاجه اسمها مقرر التاريخ، انت علمه ازاي يمارس علم التاريخ، لان علم التاريخ علم عملي مش نظري، ازاي يمارسه، ازاي يمارس البحث، وسيبه هو اللي يقرر. هنتكلم عن حكايه تدريس التاريخ في المدارس لانك برضو يعني دور في المساله دي واهتمام ومشاركه، لكن خليني ابدا برضو مع الكتابين دم الخلفاء ودم ودم المماليك. دم المماليك قبل دم الخلفاء في الصدور، قبله بسنه، بانه المفروض تاخد التاريخ من اصله من جدره من الجدر. هو انا الحقيقه انا كتبت دم المماليك لاني مهتم بالتاريخ المملوكي بالذات. لما الكتاب نجح ولقيت له صدى، انا الاول كنت حتى بنزله وانا مش عارف يا ترى هينجح، الناس هتتلقاه ازاي، فوجئت ان هو الحمد لله نجح والناس يعني اتشدت له. قلت طيب ما اخد نفس الفكره في مراحل تانية من التاريخ، فعملت دم الخلفاء. عندنا احصائيتين بقى مهمتين للغايه في الكتابين بيقدمه استاذ وليد فكري، وهو الحقيقه القائم على هذا الاحصاء يعني والبحث حوله اليه، وهو انه عدلنا عدد الخلفاء كام يا فندم؟ عدد الخلفاء في الدول الراشده والامويه العباسيه في سواء في بغداد او في القاهره، الفاطميه العثمانيه، لا العثمانيه مش محطوطه لان هي العثمانيه لم تكن خلافه، الامويه الاندلسيه حطتها. فده عددهم تقريبا حوالي يعني حوالي ال100 اللي انتهت حياتهم يا اما بالقتل يا اما بالاغتيال يا اما اعدام يا اما في شبهه جنائيه، عددهم حوالي 25 يعني ربع عدد الخلفاء. طبعا في ناس كتير تانيين تسموا بامير المؤمنين، يعني في ناس كتير تسموا بامير المؤمنين. انا بتكلم عن الخليفه اللي هو المفترض انه كان معتمد، انا بتكلم على الدول على الخليفه اللي كانت يعني تحت ايده دوله متماسكه. 100 منهم 25 قتلوا. ده اظن يعني احصائيه كاشفه للغايه، وسيكشف وليد فكري اكثر بعد ما نسمع ونخرج. لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. إذن لدي أقوال أخرى، لدينا مع كاتبنا الأستاذ وليد فكري في كتابيه المهمين دم المماليك ودم الخلفاء. النقطة برضو الجديرة بالاهتمام هنا هو السؤال عن سر اختيار نهايات هؤلاء. تكلمتنا عن 100 خليفة منهم 25 قتلوا. بتكلمنا هنا عن المماليك أيضا بنهايات مروعة ودامية، شأن نهايات الخلفاء. لماذا اختار وليد فكري هذا الجانب من التاريخ؟ هل لأن هذا الجانب من التاريخ هو الأعم والأشمل والأكثر اتساعا يعني، ولا ده في مواجهة التاريخ الدعائي اللي عايز يطلع ان احنا كنا أنبياء نمشي على الأرض يعني، وان الخلافة دي كانت أعظم حاجة في الدنيا فبتقولهم اتفرجوا على حياتنا؟ ليه اختيار تاريخ الجزء الدموي بالغ الدموية ده اللي ربما البعض عندما يقرأه يعني يصل به الأمر إلى حالة يعني اكتئاب حقيقي لما يشوف ان ده زعامات وتاريخه، يعني سر الاختيار؟ تمام. هو مبدئيا حته ان التاريخ يبقى فيه كميه دم
كبيره او عنف او انا مش شايف دي حاجه يعني للاسف هي من التابوهات اللي عندنا ان احنا نتكلم في الجانب ده، رغم ان هي حاجه ما بتمثلش يعني ادانه كامله للتاريخ، لان التاريخ اكبر من اختصاره في نهاياته وبداياته حكام. يعني احنا تاريخ لو هنيجي نتكلم مثلا في التاريخ الاسلامي هنتكلم في 800 سنه تقريبا. طيب لو اتكلمنا في 800 سنه ليه 800 سنه يعني حد لو فرضنا 800. لو قلنا فتره اللي هي الدول القويه لغايه 800 لغايه لا لو قلنا انها من الفتره اللي هي من فتره الامبراطوريه لحد اما ابتدت بقى الدوله تتفكك الناس ممكن تشتغل على لغايه 1926 يعني لو قلنا كده لو دخلنا حتى في كده ايا كان، لكن الفتره الزمنيه دي ان تحصل فيها 25 حاله قتل ل 25 حاكم من بين احنا قلنا 100 خليفه بس كان في كام حاكم اخر غير الخليفه. طب تعال نبص في التاريخ الروماني، تعال نبص في التاريخ، يعني هي النقطه هنا انها بس احنا بنقول ان احنا تاريخ مؤمن، بنقول ان احنا تاريخ مسلمين، بنقول احنا في مرة اصحاب رساله بنقول يعني اقصد ده لا يزكينا لو ما ده بقى الرد يعني لا يزكينا لسبب احنا في النهايه التاريخ هو التاريخ بيعتبر ماده من مواد العلوم الانسانيه. اذا في موضوع الاساسي هو الانسان، اي محاوله لان احنا نزكي هذا الانسان عن ارتكاب الجرائم عن القتل عن التآمر عن الخيانه عن اي سلبيات يبقى احنا بنفصل علم التاريخ. يبقى احنا كده بقى لو كده احنا نعمل علم تاريخ للناس كلها ونعمل لنفسنا علم التاريخ بتاعنا اللي الناس فيه كلهم ملائكه. ما انت لما تسمع الوعاظ واساس التاريخ الاسلامي هتكتشف انهم كلهم ملائكه الى حد السكوت عن الفتنه الكبرى مثلا، يعني مثلا. يعني انك انت يبقى في مسكوت عنه عشان ما تقولش للناس حاجه وحشه. فده ينتج ايه في الاخر؟ ينتج الدهشه من بالزبط. كتابيك يعني. في موقف مره حصل لي، كانت صديقه البروفيسور هي المانيه فكانت بتحكي لي، كنا بنتكلم برضو على كتابه التاريخ، فكانت بتحكي لي بتقول لي في واحد بيقول لها الالمان شعب عظيم وقوي بس انتوا ليه مصرين ان انتوا تتطرقوا دايما للنقط او النقاط السوداء والمظلمه في تاريخكم؟ فقالت له ده لان احنا شعب قوي بما يكفي ان احنا نواجه النقاط السوداء في تاريخنا. فدي النقطه، احنا محتاجين يبقى عندنا قوه. اسمعنا ان انا اقول لا انا مش هتكلم في الجزء ده، يعني مثلا الفتنه الكبرى يا جماعه خلاص ناس راحوا لحالهم مشاكل كبار ما فيش داعي ندخل فيها. انا كده ببين ان انا شخص هش جدا، ان انا ثقافتي هشه وان انا تاريخي هش لدرجه ان مجرد نقاش حوالين دور بعض الناس فيه في حدث من اخطر الاحداث في التاريخ ان هو يبقى حاجه بتهدد، يعني لدرجه انا مما اذكر لقيت رساله مبعوثه لي بعد ما صدر الكتاب، رسالة من شخص مجهول بعت لي بيقول لي انت ليه اتكلمت على دم الخلفاء المسلمين ودم سلاطين المماليك المسلمين وما اتكلمتش على دم استخدم بالظبط هو المصطلحين دول اليهود والصليبيين؟ لماذا تعادي دينك؟ تدين التاريخ، ادلشت التاريخ وتدينه هم السبب في ده. ان بنلاقي ان في مناطق لا دي منطقة حمراء ما تدخلش فيها، لا هنا هتجيب سيرة صحابة لا يبقى بلاش منه، ايه ده فتنة ودم؟ لا 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 اركن على جنب. اللي هو في الاخر انت هتكلمني على ايه؟ يعني على رأي صديق لينا على نوافير الاندلس؟ يعني هتقعد بقى تكلمني على حاجه حلوه نوافير الاندلس طبعا ايوه بس يعني بس مش هي الموضوع اللي بنتصل فيه تاريخنا. فاحنا كده يعني معلش احنا كده بنؤدلج التاريخ او ندين التاريخ كده خلاص ده فين التاريخ بس بقى؟ كويس اللي انت بتعمله ده ضد تيار عام يا وليد، يعني اللي انا بتكلم عنه هو التيار العام في مصر يتعامل مع التاريخ باعتباره تاريخ دعائي بالظبط نقدمه التمجيدي والتعظيمي واخفاء كمان، يعني في تدليس للتاريخ الحقيقي. ده حديث وبعيد وقريب وكل حاجه، ده مش بتاعه امبارح بس حاجة. يعني انما انت عم بتعمل كتب في عكس التيار العام. عكس التيار العام دوت هل انت عامله علشان تقول للتيار العام انه في حاجه تانية ولا علشان نوصل لنتيجه مؤدها ان احنا بشر زي كل البشر يا اولاد الذين؟ الاثنين هو مش بس عشان اقول للتيار العام لا انا عشان اقول انا ما يهمنيش التيار ولا اللي بيحرك التيار، انا يهمني اللي بينجرف ويستسهل يعوم في التيار. بمعنى انا هنا زي ما انا قلت انا هنا في الاهداء انا مش بخاطب اللي بيكتبوا التاريخ، انا بخاطب شاب بيسال ابتدي منين قرايه في التاريخ او شاب مش عارف، او يعني بخاطب في الاساس شباب اللي هو لسه صغير اللي بيفكر في تاريخه سواء تاريخه على المستوى الديني او القومي او الوطني ايا كان، بس بيفكر في تاريخه. ان ما يعني انا حتى بقول في الاهداء بقول حتى لو وصل لنتيجه غير اللي انا وصلت لها بالعكس هو لو وصل لنتيجه غير اللي انا وصلت لها دي حاجه كويسه، ده معناه ان وصلت لنتيجه. لا انا بتكلم بشكل عام يعني مثلا نفرض ان لا اقصد يعني هنا حكي وقص واعاده روايه للتاريخ مره اخرى بالظبط
مش مفروض منه نتائج، انت يعني مفروض منه نتيجه المعرفه بطبيعه الحال. قصدي يعني قصدي لا نتيجه مثلا يعني لنفرض في قضيه معينه، لا مش بالقانون طبيعه في القصه يعني. لا انا قصدي لنفرض كل مجتمع ايه مع ايه مع ايه ينتج ايه، ما فيش معادله طلعت. لا لا هو انا اقصده في النتيجه هنا بمعنى لنفرض في مساله معينه فيها خلاف فانا انتصرت لنظريه معينه. دي اللي قصدي بيها بالنتيجه. ذهب الى رايه يعني غير هو ذهب الى راي اخر. على فكره دي مش حاجه تضايقني، بالعكس ده مطلوب. ليه كده تعدد الناس زي ما بيقولوا العميان والفيل، كتروا عدد العميان اللي وكترت عدد اجزاء الفيل اللي بيتحسسوا عشان يكونوا في الاخر صوره واحده. فدول اللي بيفتحوا، ما تكترش العميان، فتح لنا شويه منهم. ما هو ده ما هو دي البدايه. طيب كويس، ما هو دي البدايه. هل ده كان سر اختيارك للطريقه دي في القص اللي هي السلسه البصيره الروائيه اللي فيها روح القصه اللي فيها كمان روح الدراما البوليسيه؟ هل ده كان ده سر اختيارك للاداء ده في الكتابه عشان توصل لمجموع كبير من جمهور شباب انت عايز توصل له بالتاريخ؟ هو دي حاجه. والحاجه الثانيه ان كان في مشكله الناس بتخاف تقرا في التاريخ ليه، يا اما بيلاقي كلام عباره عن خطب وكلام حماسي، يا اما بيلاقي كلام اكاديمي جاف، لغه اكاديميه جافه جدا. فكان من اكتر الناس اللي تاثرت بطريقه تناولهم للتاريخ الله يرحمه دكتور جمال بدوي. في الله يرحمه برضك استاذ جمال الغيطاني. الناس دول عجبوني في حاجه، هو بيقدم لي التاريخ بطريقه سلسه مش بحس فيها، يعني بيكسر الحاجز الزجاجي البارد اللي بيني وبين علم التاريخ. الناس كلها فاهمه ان التاريخ عباره عن تواريخ حدث كذا سنه كذا، علل مش عارف ايه، كلام معقد جدا، اسماء مصطلحات تعبيرات، لدرجه في حد مره بيقول لي وانت بتفتكر الكلام ازاي؟ قلت له مين قال لك ان انا بفتكره؟ يعني انا مش لازم ان انا افتكره، المهم استوعبه، مش لازم احفظه. فدي نقطة حبيت اكسر ده ازاي. اكتر حاجة بتشد الشخص طريقة السرد، لان في النهاية انت لما بتكتب في التاريخ انت بتسوق لسلعة. التاريخ سلعة بتسوق لها ككاتب، فيبقى اختار طريقة التسويق المناسبة للشخص. فده كان سبب اني بكتب بطريقة بتجمع بين الاسلوب اللي هو المقالي والاسلوب القصصي. واحد من الاساتذة الكبار في المجال ده في تصحيف التاريخ وتقديمه كقص مسلي ومشوق ورفيع المستوى برضو دكتور محمد منسي عنديل، لما عمل شخصيات بكتاب الاغاني، هو لما بيتعرض للتاريخ بيتعرض بالطريقه دي، اللي انا بشوف ملامح ممتازه موجوده في الكتابين هنا للتعرض. طبعا انت ليك مؤلفات اخرى الكتابين دول، بس اعذرني انا قاري الكتاب دول بس قبل منه. فانما الحاله دي حاله مهمه. هل واصله بقى لجمهور الشباب؟ انت بتعقد ندوه تقريبا اسبوعيه، بتقابل جمهور شهريه، بتقابل جمهورك، بتتفاعل مع قراءة كتبك ناجحة، واصل ده للشباب؟ لان بلاقي التفاعل اولا، يعني التفاعل. والحاجة التانية بتطمني المراحل العمرية. يعني لما الاقي شاب، يعني انا الندوة بيبقى قاعد فيها ممكن يبقى قاعد فيها مثلا ست يبدو عليها انها ربة منزل في مثلا نص الاربعينات، قاعدة بنت صغيرة في كلية، ولد صغير في اعدادي، راجل في منتصف العمر، عارف مراحل عمريه ومراحل فئويه متفاوته. فانا ده بيحسسني ان في انجذاب. اضافه لحاجه تانية ان بلاحظ، يعني انا بقى النجاح الكتاب زي ده مش انك تقف عنده، لا انك تفتح قائمه المراجع طبعا. اللي في الاخر وتدور فيها، وده اللي بيحسسني بنجاح حاجه بكتبها، ان بلاقي فعلا رسائل بتجيلي. طيب وحضرتك مصادرك من المكان الفلاني ايه؟ طيب المعلومه الفلانيه، طب الكتاب اللي انت كتبت عليه في المرجع. هنا ببتدي احس ان الموضوع لا كده ماشيين صح. فلا في تجاوب، حفزت وحررت انهم يدوروا يدعبسوا المراقبين. بالظبط، انا عايزه يدور ويشوف، مش عايزه يقف عندي. انا مجرد ان انا بستفزه والباقي ده بتاعه هو. والحمد لله في تجاوب في ده. خلينا نطوي حاله الخلافه الراشده، ممكن نبقى نوفر لها نقاشات اوسع من كده، لكن هيقف من عند الدوله الامويه وكم الأحداث اللي جرت لنهايات الخلفاء فيها، هي ذاتها تقريبا أو يعني النهايات دي بنلاقيها في الدولة العباسية، بنلاقيها في الخلافة الفاطمية، بنلاقيها في الأندلس، كأنه في سمات حكم للفترة دي. هل الحكم الفترة دي كان يخص حكام المسلمين بس، ولا ده كان القرون الوسطى في إنجلترا وممالك إنجلترا فضلا عن ممالك وقبائل ألمانيا وغيرها كلها، كان العنصر الاحتكام للقوة والدم ومؤامرات القصور والتصفية الجسدية والاغتيالات؟ خليني أسمع إجابة الأستاذ وليد فكري عن هذا السؤال وعن غيره من الأسئلة بعد الفاصل بإذن الله. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
إذا كنت قد سألت كاتبنا الأستاذ وليد فكري مؤلف كتاب دم الخلفاء النهايات الدامية لخلفاء المسلمين ومؤلف كتاب دم المماليك عن هذه الحقبة الزمنية الطويلة الممتدة من بعد الخلافة الراشدة وحتى يعني سقوط الخلافة الرسمي، هي فترة لها نظرها في عالم أوروبا وفي عالم آسيا الأخرى، آسيا غير المسلمة أو غير العربية، وهل كان هناك تشابهات ما بين المجتمعات في التوقيت ده هنا وهناك، الدموية والصراعات على الحكم والانقلابات والتمردات والانقسامات والتوحدات، كل ده كان مرآة لوجهين وقال لا احنا انفردنا او هم انفردوا بصفات اخرى عن غيرنا. هو احنا هنلاقي ان في حاجة يعني في حاجات مشتركة بين الكل باعتبار ان هو في النهاية فعل الانسان، يعني زي ما بيقولوا سنة الانسان، في حاجات طبعا هتتميز بيها مش بس بقى احنا وهم، لا ده احنا كمان هنتميز بيها كل دولة من احنا. يعني الاموية هنلاقي فيه سمات معينة، العباسية هنلاقي الجرائم كان فيها طريقة معينة وهكذا. ليه؟ لان بيبقى حسب في رابط عام انساني في موضوع الحكم ده وفي الزمن ده بالظبط، وفي رابط عام لنا كدول مسلمة وعرب خلافات بالزبط. لكن في كل خلافة في رابط او في سمة، خلينا نقف عند السمة الخاصة بالدولة الاموية مثلا التي بدأت بمعاوية بن ابي سفيان وانتهت بمروان الحمار. الدولة الأموية كانت الحمار بالشتيمة يا جماعة، ده لقب وما كانش معناه انه شتيمة، كان معناه انه هو العنيد في القتال يعني بالظبط. بالنسبة للدولة الأموية كانت السمة الأساسية فيها وفي يعني ان في البداية كان في حتة الاستحياء في الخروج على الحاكم. ليه؟ لان هما كانوا من اكتر الدول المتشددة في فكرة ان اي حد خارج على الحاكم ده يعني ليس له الا السيف، مع انها بدأت بالخروج على حاكم بدأ معاوية الذي خرج على علي. حكم علي. لا ما هو كل دولة طبيعي انها بتبدأ بالخروج على يعني العباسيين برضو خرجوا عليهم وهكذا، ولكن مش طبيعي، هما بدأوا الطبيعي، هما الأموية اللي بدأت يعني بدأت أول خطوة في هي كده. البداية عندها كده، ولكن اللي حصل ان هما في البداية هنلاقي ان معظم الجرائم قتل بالسم. يعني خفاء سرية، تحس في سرية في الموضوع. الشبهات اللي حوالين معاوية الثاني، معاوية بن يزيد، عمر بن عبد العزيز. طيب إذا نتوقف عند معاوية الثاني، إيه قصة سم معاوية الثاني؟ لماذا اختير هذا أو يعني كان هذا الخليفة المسلم هو واحد ربما من أهم المستهدفين بالقتل وبسرعة جدا وفي عصر يعني لم تجف دماء سابقة عنه؟ كانت النقطة أنه هو أول ما طلع على المنبر رد الأمر. يعني احنا قلنا ان الدولة الأموية هو كان في جملة بتنسب لمعاوية لما قال انا اخر الخلفاء واول الملوك، فالدولة الأموية هي كانت ظاهريا خلافة ولكن هي في حقيقة الامر هي ملكية ملكية وراثية. فده طلع يا عم قول لهم قول لهم الكلام هي ملكية وراثية على فكرة، يعني العباسية ما كانش ما كانت ملكية وراثية، مش انا بقى اللي اقول لهم كتبهم اللي تقول لهم يفتحوا كتاب ابو الحسن الماوردي الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه، ده استاذهم في يعني ده يعني من كتب التنظير للحكم، ده من كتب التراث الثقيله ومن كتب اللي هم بيعترفوا بيها، يفتحوه ويشوفوا شروط الخلافه مش داخل فيها الجانب الوراثي، بالعكس الوراثه تتنافى فيها مع شرط ان هو يكون جايب البيعه الحره. فبالنسبه اذا معاويه الثاني وقف على المنبر في اول يوم اللي توليه هو تولى بالوراثة ومن ثم أصبح خليفة، لكنه عندما وقف على المنبر قرر أنه لم يعد كذلك لرد الأمر. قرروا أنتوا ورجع وكان معروف بالتقوى والصلاح بعكس أبو يزيد. فبالضبط هو كان عنده تقريبا 21 سنة، أقل من 45 يوم كان مرض ومات فجأة. وارد طبعا في الأزمنة القديمة ان الشباب بيبقى عادة متوسط الأعمار بيبقى منخفض، الشباب قابلين ان هم يصابوا بالأمراض ويموتوا، ده أمر بيحصل، ولكن لما نيجي نحط الحاجات جنب بعضها تحس الموضوع مريب. ما نقدرش نجزم ان هو 100% ان هو مات مسموم، ولكن لا في شكوك، يعني هل ممكن، هل دي طريقتهم بني أمية؟ بني أمية ليهم سوابق في استخدام السم،
زي الحسن اللي حصل مع الحسن. لا وملك الأشتر. مالك ملك الأشتر. طيب. أي أنهم استخدموا السم من قبل في التخلص من خصومهم ومن عدائهم السياسيين. فبالنسبة لبني أمية هل تيجي منهم؟ ممكن. إن الله جنودا من عسل. من عسل بالضبط. فده النقطة إن هو تحس إن هو خرج على الخط المرسوم له. العائلة غضبت. تفسد علينا الأمر. بالضبط. العائلة غضبت ده بقى جزء مهم لأن بعد كده العائلة لما بتغضب يعني واضح إنه الغضب العائلي كان مؤثر جدا. هو تطور يعني عمر بن عبد العزيز. النعومة والدس السم هي كان الرأي البداية. الملمح البداية. الأساسي في بدايات الحكم الأموي. بعد كده من أول الوليد بن يزيد. الموضوع خد شكل التمرد، تمرد صريح ان البيت الاموي انقسم على نفسه. ودي كانت غريبه لان لما يعني حصل حدث اعلى من كده اللي هو انتقال الخلافه في البيت الاموي من البيت السفياني للبيت المرواني ما حدش اتكلم. لكن خدوا بالكم انه معاويه كل اللي عمله ده وفي الاخر يعني ابنه بعدين حفيده مشي حفيده خلص الموضوع وانتقت. يعني حكم بضعة سنين في التسعين سنة بتوع الدولة الأموية اللي استلم المروان بن محمد بقى المروان بن الحكم وده الحقيقة قص البلاء كله ده كان وتخيل انه كله وقع في يده يعني لا والطريقة اللي مات بيها تحس ان هي يعني عبثية بعد كل اللي عمله نجا من بلاوي سودة وفي الاخر مات بان طب مما نجا الاول ثم كيف مات يعني هو نجا من الحصار مع عثمان نجا من ثورة من الثوره في المدينه ثوره الناس على الامويين في المدينه اللي حصلت بعدها موقعه الحره لو قبلها من الجمل نجا في موقعه الجمل ونجا بعد كده في صفين يعني كل ده نجا منه ومن المؤامرات كل الكلام ده عشان في الاخر يموت على سريره امراه غضبت انه يعني شتم ابنها فحطت مخده على وشه هي بصراحه هو برضو تحس ان الموته دي تليق ب يعني تحس فيه سخرية قدر في الموضوع بس اللي طليق حاجات تانية أشنع على الطليق الحقيقة لا بس دي موتة ناعمة على سرير ناعم لا بس العبثية يعني العبثية بتاعتها العبثية صعب المفاجأة يعني والمفاجأة لو لا ابنك قال لك حاجة النهاردة هيته لا خليفة يعني انه يعني يجلك أكثر من ده هينل عنك خد يلا يا ابني اللذين بس واطيح فدي كانت الاول الوسائل الخفيه لحد ما جه موضوع الوليد بن يزيد الموضوع ابتدى ياخد يعني شكل التمرد كان سم وساده بعد كده بقى حصل التمرد حصل بقى التمرد ورفع السلاح دي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اذا عدنا لدي اقوال اخرى نتحدث مع كاتبنا الاستاذ وليد فكري عن كتابيه دم المماليك دم الخلفاء والاثنين بيكلمونا عن النهايات الدامية لهؤلاء الحكام وذلك وهؤلاء الخلفاء في ذلك العصر البعيد لتاريخنا الإسلامي اللي بعض مننا متصور انه كان عصرا يمضي فيه الملائكة في الشوارع ويتحدث فيه الملائكة في البيوت لكن حقيقة الأمر إنه كان واقعا بشريا وعصرا بشريا إنسانيا بامتياز فيه ما هو جميل ورائع كعهد كل فترة ووقت وزمن وبشر وفيه أيضا ما هو مروع وظالم ونكد ودموي كما يوضح لنا التاريخ تماما كنا بنتكلم على الدولة الأموية والخلافة الأموية واللي يعني ضمن الإحصاء العام اللي عمل الأستاذ وليد فكري عن 100 خليفة مسلم انتهى 25 منهم بالموت اغتيالا وقتلا وذبحا من بين دوت في الدولة الأموية كان السمة الأساسية في النصف الأول لهذه الدولة هي فكرة الموت بالسم معناه في خفاء وفي سرية وفي نوع من أنواع يعني القتل البارد الخفي الصامت بعد شوية يحصل تمردات ويحصل عصيان وحروب تقريبا يعني شبه أهلية لكن جات الدولة العباسية والأمور امتدت إلى نحو أكثر سوداوية ودموية خصوصا أنه الدولة اتسعت خلافة اتسعت كتير دخلوا من أجناس غير الجنس العربي بقى لهم حقوق متساوية المفروض مع كل يعني أبناء الإسلام بقوا كمان قادة عسكريين كبار علماء ومفكرين أدباء وشعراء
فأصبح في أغنياء وأثرياء وأصحاب أراضي ويعني قطاعات كبيرة، فأصبح لهم حق إن هم يقولوا ويقرروا ويشاركوا في صناعة القرار. وأصبح كمان مع الخلافات اللي ما بين الملوك وبعض رغبة في التقوي بعنصر المال والنفوذ العسكري عند هذه الأجناس المختلفة عن الجنس العربي زي الأتراك. وبعد شوية بقى بنلاقي كتير يعني فرس وترك وأمة لا إله إلا الله كلها ده، وأمة لا إله إلا الله وغير لا إله إلا الله كمان دخلت. فخلينا نقف عند مشهد مهم في الخلافة العباسية لأنه بيختصر لنا كمان الخط بتاع صراع الإخوة، لأنه الواحد هو بيقرأ قارئ للتاريخ، لكن لما تكثف التاريخ كله فيما يخص نهاياته في دولة المملوكية دولة المماليك والخلفاء، فتحس انه يعني انه الحكم لا اخ له ولا ابن له ولا اب له، يعني اللي يقعد على الكرسي فعلا بالمعنى الحرفي يعني هو يلتصق به الى حد انه يقتل ابنه عشان والابن يقتل ابوه عشان خاطر الحكم. فده سمة بقى باينه بوضوح الاخوه وصراع الاخوه باين في الامين والمامون خصوصا مليانين بالدراما. خلينا نقوم مع الاستاذ وليد فكري بقى مع فصول كتابه دم الخلفاء عما سيره وقصه الامين والمامون وايه اللي يخليها على هذا النحو الملخص الكاشف لازمه الخلافه الاسلاميه عموما. تمام. هو حته ان الملك، هو في جمله قالها هارون الرشيد كان بيكلم ابنه المأمون قال له الملك عقيم، فقال له يعني قال له يعني اذا انت طلبت ما انا فيه لضربت الذي فيه عينك، يعني لا اطحت راسك. ابوه اللي قال له كده. فالقصه بتاعت الامين والمأمون ان كان الرشيد كان له اربع ابناء او له اكتر من ابن، على راسهم كان الامين والمأمون. كان الامين اصغر من المأمون، كان اصغر ولكنه كان ابن العربيه الحره القرشيه. اما المأمون فامه كانت خراسان، كانت من خراسان، كانت فارسيه من خراسان. فالامين كان بويع ان هو هيبقى ولي العهد، واعطيت منطقه خراسان للمأمون ان هو يعني زي اشبه منطقه حكم ذاتي او اشبه باقطاع خاص بيه هو اللي بيتصرف فيه. واتخذت العهود على الكلام ده بين كل ابناء الرشيد بحضور الرشيد نفسه. يعني ما كانش هيبقى المأمون ولي العهد، ما كانش موجود كده، كان مكتوب ان ساعتها ولي العهد امين وكمان خالد اظن ولي العهد، كان في المؤتمن. فعلقت وفي المعتصم. فعلقت الوثيقه دي في يعني في قلب الكعبه، اتعلقت في الكعبه للتجديد والتغليظ وحقا قداسة طبعا. وحقا قداسة كبيرة يعني اتفاقية بين اخين وابوهم بين اربع اخوات موضوعة على جدار الكعبة يعني. بالظبط. واقسموا ان يعني قال ما معناه الامين، قال خذلني الله ان انا خذلت اخي. وحتى بينسب لي ان هو بعدها هو طالع قال للوزيره وقال له والله انني كنت اكذب يعني قلت دي وانا ناوي ان انا من ساعتها كده على طول. على طول. فلما جه المأمون كان محبوب في خراسان بسبب ان هما بيعتبروا نفسهم اخواله، فهو كان شخصية عامة كان شخصية محبوبة بعكس الامين اللي كانت فيه نوع من انواع الرعونة. وكانت يعني في شعر كنت حطيته كان مكتوب فيه ان هو كانت حواليه بتدور الاقاويل حوالين سلوكه. انت حقيقي يعني انك تقول انه كان متهم باللواط وكده؟ لا مش 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 خجلان من حاجه زي كده يعني. بس هو كان متهم باللواط مع فتاه كوثر، كان في قصه بتاعت مع ولد غلام، كان الغلام الفتى الفتى اللي هو مربيه وكان فتاه تقصد هاي الناس. وكان كان متهم بان هو ما يعني كانوا بيضطروا ان هم يلبسوا الجواري لبس الغلمان ويقصوا شعرهم عشان يعجبوه. ففي هذه الريبه والشك في سلوكه كبير يعني. وكان كان في رعونه وعربده لدرجه ان هو لما اندلعت بقى الحرب بينه وبين اخوه، هو بدات الحرب ومناوشات وابتدى اخوه يبقى صبور عليه. ولكن مناوشات بمعنى ايه؟ لا يعني بمعنى مناوشات اللي هو خد اللي بدا يعني بدا ان هو عشان يجيب ابنه هو ولي العهد، بدا ان هو مثلا استولى على لما ابوه مات هو استولى على ثقل اثقال الجيش اللي هي الاسلحه والعتاد والاموال، استولى عليها معناها كانت بتقع في ارض خراسان. فكانت داخله المفروض في دايره المأمون، فهو استولى عليها الامين. المأمون سكت، جه الامين خلع المأمون من ولايه العهد وبويع ابنه موسى يعني الرضيع.
ابتدى ان هو يستفز المأمون، يقول له طب تعال لي، يعني تعالى انا بستدعيك الى بغداد. قال له انا مش هسيب مكاني، لانه حس بالغدر منه. فهنا بعت له جيش، فاصبح الموضوع صريح. خلينا بقى ما ننساش هنا الفضلين بقى، فضل ابن سهل والفضل فضل ابن الربيع. وزير كل طرف، واحد فيهم يعني. واحد فيهم كان فارسي، واحد فيهم كان عربي، يعني برضو كان فكان الفارسي منهم اللي مع مأمون. فضل الفارسي كان مع المأمون، كان قال له صراحة، قالها له بشكل صريح، خليك هنا في قاعدة تكبين أخوالك. فكان واضح إن الحرب هنا هي مش مجرد حرب أخين، هي حرب أخين، وفي نفس الوقت هي حرب عنصرين. العنصر العربي والعنصر الفارسي المتطلع من زمان، من أيام عمر بن الخطاب، لفكرة إنه يتخلص من إن يعني إزاي رعاة الغنم دول يتسلطوا علينا وإحنا أصحاب الحضارة. اللي هو العنصرية الفارسية اللي خدت أشكال كتير، يعني خدت أشكال كتير، منها أشكال مذهبية بعد كده، ولكن هو في النهاية العنصر الفارسي. فاندلعت الحرب بين الطرفين، وهنا بقى بنت رعونة الأمين إنه فضل كان أجواء خلق القرآن، محنة خلق القرآن. لا ده كان بعدها، بعد المأمون تولى. بعد المأمون لما تولى ففترة كلها فترة يعني كابية، فترة جدا ساخنة. خلينا نكمل في صراع الأخوة بعد الفصل. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن عدنا لدي أقوال أخرى، ولذلنا في حوارنا مع كاتبنا الأستاذ وليد فكري دم الخلفاء، وكان يحكي لنا عن الأمين والمأمون الأخوين أبناء أو بني هارون الرشيد، اللي حصل بينهم هذا الاقتتال وذلك الحرب اللي هو عنوان للخلافة في حقيقة الأمر، اللي بيشرح لنا الأستاذ وليد برضو أنه مع 100 خليفة مسلم 25 منهم ماتوا قتلا ذبحا اغتيالا. ما ذلنا مع الأمين والمأمون، واللحظة اللي بيؤجج الصراع فيها وجود وزيرين بجوار كل منهما وزير، والبرضو المفارقة كل واحد اسمه الفضل، لكن واحد عربي يوالي ويؤيد الأمين، وفارسي أو من أصول فارسية يعني أو فارسي بيؤيد المأمون. وإن كان المفترض أن احنا نتكلم على مجتمع إسلامي لا في فارسي ولا عربي أو هكذا يعني من المفترض، لكن ده المفترض، الواقع شيء آخر تماما، يجب أن يكون وما هو كائن بالفعل. صحيح. فهو اللي حصل أنه يعني كان فيه رعونة من جانب الأمين لدرجة، وكان فيه اختراق كامل له، لدرجة ان الوزير المأمون الفضل بن سهل كان زارع بعض رجاله في مستشارين الامين. فكان عايز قائد معين هو اللي يتم استدراجه ويدخل الامين كان قرر انه يروح يهاجم بقى جيشه، ويروح يهاجم على فهو كان عايز خراسان واخوه. فالفضل بن سهل لئيم دس حد ينصحه بقائد معين، فالقائد دخل وتم استدراجه. قائد معين له ارث فظيع بينه وبين اهل خراسان، كان والي خراسان وكان مكروه منهم، فهو كان ليه الوزير عشان يسخنهم عشان يسخنهم اكتر. اضافه لذلك واضح ان القائد ده كان بيتسم برضه برعونه، يعني الاشكال الطيور على اشكالها تقع. فدخل وقال ما هرثما هذا الا يعني غصن في شجرتي، اللي هو قائد المأمون. فهزم وقتل، وبلغت الرعونة بالأمين ان هو كان ساعتها بيصطاد السمك ومعاه فتاة كوثر وعادين مع بعض، وفجأة دخل واحد يقول له خليها غلامه عشان فتاة غلامه. طول الوقت غلامه كوثر تروح للمؤنس. فهو قال له انت جيشك اتهزم الحق. قال له ويحك، انا ما اصطدتش غير سمكة واحدة، وكوثر اصطاد 6 سمكات، سيبني دلوقتي. فكان واضح اصطاد خالص، وكوثر كان اصطاد سمكتين على ما كتبت يعني يمكن انا نسيتها. فهو الفكره انه هو ملهي بصيد السمك وبال ما يهموش جيشك انهار مقابل انه مش همه حاجه سبق سبق. لكن انت كمان قايل لنا انه ده قعد مع ولا ده كان في واقعه اخرى مع بيسمع غنى لدرجه ان السهم ضرب. لا ده كان الخليفة العباسي اللي حصره المغول. لكن هو برضو الامين قاعد في مجلس هو وقاعد معاه عمه، يعني احد الخلفاء العباسيين بعد كده المعتبر مين؟ المستعصم تقريبا. مستعصم وهو قاعد مع الجواري بيغنوا له، يعني كان جيش المغول وصل لدرجه انه السهم دخل من نافذه القصر قتل جاريه قدامه. يعني هي كانت واقعه غريبه. فهو الامين كان قاعد ساعتها، وابتدى بقى
يسمع يعني دخلت نادى جارية قال لها غني يعني عشان يعني تفك يعني الخليفة شوية ان بغداد محاصرة ودخل جيش المأمون. دي فرقة تعرف المزيكا بتاع التايتانيك وبتغرق. ايوة بالظبط. فغنت شعر مليان بقى رثاء وموت وبتتكلم على الملك اللي بيضيع فتشائم منها. فلا انت اسمك ايه؟ قالت له اسمي ضعف. فتشائم زيادة وهي بتمشي انكسر كاس فتشائم الامين اكتر واكتر. فحاول عمه ان هو يهون عليه. فسمعوا واحد بيقرأ قرآن من النهر فبيقول قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فقرر ان هو يسلم نفسه لاحد القادة اللي كان ناوي يبقي على حياته ولكن القائد الاخر كان حالف ان هو يقتله فدخل. و احنا لو تصفحنا بقى المشاهد الاولى اللي بدأت فيها الفصل وهي قصة خوف وزعره من لحظة القتل وقلت لنا انه اوعوا تتعاطفوا معاه انتوا لو تشوفوا بقى عمل ايه. فعايزين نسمع من الاستاذ وليد فكري يقرأ لنا يعني هذه اللحظة الصعبة للغاية اللي هي البداية خالص. البداية خالص بغداد اللي هي بغداد أغسطس 813 ميلاديا. أشفق على هذا البائس المرتعد أمامه بردا وخوفا فنزع عباءته وألقاها على جسده العاري إلا من سروال وخرقة مهترئة لا تكاد تستر كتفيه المرتجفتين. عاد إليه الشاب عباءته ويقول من بين أسنان مستقة لا هذا الموقف أدعى لهذه الخرقة من تلك العباءة. ثم بدت نظرة استجداء في عينيه وهو يقول هل لك أن تضمني فإني أشعر بالوحشة. اغرورقت عينا أحمد بن سلام صاحب النظر في المظالم بالدولة بدموع العطف على عزيز قوم ذل بل كان قبل ذله أعز هؤلاء القوم مكانا. قام وضم الرجل إلى صدره واستشعر خفقانا عنيفا يندفع من صدر المسكين وينتقل إلى داخل صدره بينما هو جالس إلى المستجير به يحاول عبثا تهدئة روعه. ارتج الباب منفتحا بدفعة قدم عاتية فوثب أحمد يحاول إثناء أولئك الذين اقتحموا الدار مشهرين سيوفهم عن جليسه الذي وثب بدوره ويردد بذهول إن لله وإن إليه راجعون ذهبت نفسي والله. ثم صرخ بهم في لهجة ظاهرها الزجر وباطنها الاستجداء أما تتقون الله أما فيكم من يدفع عني. شقت ذبابة سيف طريقها إلى مقدمة رأسه فشجتها تراجع خطوة إلى الوراء ورفع وسادة بيده في محاولة يائسة لاتقاء ضربة أخرى إلا أن تلك التالية روغته متخذة طريقها إلى خصره. اجتاح الألم جذعه صعدا فانهار على ركبتيه. احتاج ابن سلام إلى لحظات ليستوعب ما تلا من مشاهد تلك اليد الغليظة التي جذبت الراكع من شعره معينة يدا أخرى هوت بالسيف على مؤخر العنق فاكتثت الرأس من موضعه. وعندما نثر حامل الرأس الدم المنبعث من أسفله ويرجحه يمينا ويسارا بنشوة من أثمله النصر وربط آخر الجثة من قدميها بحبل وجرها منه هنا فقط أدرك أحمد بن سلام أنه قد شهد القتل والتمثيل بالجثمان بحق مخدومه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين محمد الأمين بن هارون الرشيد. دي كانت من مشاهد النهاية للأمين ابن هارون الرشيد. اللي يستوحش الذبح ده الحقيقة هو تاريخ مليء بالذبح وهو أيضا تاريخ مليء بالرؤوس المعلقة يعني طول الوقت تعليق الرؤوس ورفع على أسنة الحراب ويعني وإرسال رؤوس والتمثيل بالجثث إهداء الرؤوس المتبادل يعني شيء رهيب. لكن خلينا نقول برضو أنه المشهد ده يرجعنا إلى سؤال حوالين الكلام طول الوقت عن أخلاق الخليفة وتقوى الخليفة أو إنه إحنا بنلاقي ناس خلفاء كانوا على درجة من الشهادة لهم يعني بالتقوى وبالصلاة والصوم والزهد وخلفاء آخرين على درجة من الانحراف والبغي ويعني والتهتك ولا يشفع للمؤمن إيمانه ولا يدفع التهتك صاحبه طول الوقت النهايات تكاد تكون واحدة لأن الأسباب بتتنوع يعني بمعنى يعني الشخص اللي قتل عشان مثلا هو عربيد وسكير زي مثلا الوليد بن يزيد لو جبناه كمثال في الدولة الأموية هل هو فعلا قتل عشان دي بالذات ولا دي كانت الذريعة أو الحجة وإنما هو الأمر إن في حد طمع فيه فلقى دي نقطة ضعفه فقرر إن هو يضربه منها
ما ممكن. خصوصا انه كان مع رعيته زي انت بتقول اكثر عدلا يعني. كان عادل ومحبوب مع رعيته. وكان بينفق عليهم ويديهم وكانش بالزبط. في حالة التقطير على الفقراء في وقته. بالظبط. هل الامين لو ما كانش غدر باخوه المأمون كان هيبقى فيه ذريعة لقتله؟ الاخلاقية ما كانش حد هيقرب للجزء. صحيح. فهي بتبقى الذريعة. هي الذريعة للقتل. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن عدنا في محطتنا الأخيرة لحلقتنا لدي أقوال أخرى مع كاتبنا الأستاذ وليد فكري ودم الخلفاء كتابه الأخير وقبله دم المماليك. طبعا الكلام في التاريخ يفيض ويعم سيولا وأنهارا يعني. خلينا نقف عند الخلاصة لده كله اللي عايزين التاريخ يصل إلى مواطننا إلى شبابنا إلى أبنائنا على نحو حقيقي، لا هو بيركز على جانب بعينه ويغفل جانب آخر، لا هو دعائي ممجوج تمجيدي قائم على التعظيم، ولا هو واقف عند نقاط ضعف وتهاوي الدولة أو مجتمع أو حاكم أو خلافة، كله على بعضه كده كي يشغل المواطن عقله. لأنه زي ما قلنا في الأول أنه من لا يملك تاريخه لا يمكن أن يجد مستقبله. طيب خلينا نقول تجربتك أنت في وصول لهذا التاريخ لأجيال شابة، وتجربتك في محاولة تطوير تدريس التاريخ في المدارس. طيب بالنسبة لفكرة أن أوصل لأجيال الشابة، هو الموضوع ببساطة أنا بسأل نفسي يعني. إحنا الناس تقعد تشتكي الشباب ما بيقروش، الشباب ما بيقروش. طب اسأل نفسك ليه؟ حل المشكلة، ما تجيش تقول له أنت اللي تجيلي يعني. ما اقولوش ان يا اما هتقرا او تاخد الثقافه بطريقتي يا اما لا، انت روح له. فده كان مطلوب. الشباب مشدودين ليه؟ مشدودين للحاجه اللي بتتحكى في شكل قصه، فابتديت اكتب بالطريقه دي. فعلا حاجه تانية، هم مش عايزين كلام تقليدي، هم عايزين افكار جديده، عايزين اطروحات جديده، عايزين حاجه تستفزهم ان هم يدوروا يعني. انت بترمي له طرف الخيط وتستفزه ان هو اللي يدور معاك واحدة بواحدة، خلاص بقى بيدور بقى لوحده. فأنا ده اللي عملته فعلا، عملت ده من خلال المقالات اللي كنت بكتبها في الأول على بص وطول، بعد كده في المواقع التانية اللي بكتب فيها، بعدين بقيت أعمل ده من خلال الكتب، من خلال الندوات. ولقيت صدى ده إن في تجاوب من الشباب. ليه؟ لأنه لأني بدخل في المنطقة اللي يعني مثلا سألتني ليه اخترت موضوع الدم، في مليون موضوع في تاريخ الإسلامي ممكن أتكلم فيه، بس أنا اخترت الموضوع اللي بيستفز، فأنا بختار الجزء المستفز. والشاب بطبيعته يعني عنده طاقة فضول، فهيجي على الجزء ده سواء بقى كان موضوع الدم أو غيره. فواحدة بواحدة ابتدى إن الشباب يهتموا إن هم طب حاول ده بقى يناقشوا. لتدريس إزاي بقى؟ تدريس بقى إزاي؟ مجرد تطوع. التدريس بقى إزاي؟ كنت أصدرت كتاب من كام سنة اسمه مصر المجهولة، بتكلم على طريقة تدريس التاريخ. فقلت طب انا يعني جت فرصه ان الكتاب ده في يعني زي اتفاق بين مصر والمانيا لتطوير التعليم، فالجانب الالماني شافوا الكتاب قروه، ترجم بالالماني للخبراء القائمين بالعمل، فقروه عجبهم، قالوا لي طب انت هتبقى موجود في يوم معلم التاريخ. حضرت وحصلت مناقشه، وكان في بحضور مدرسين تاريخ واساتذه من الجامعه من المانيا، مستشار الماده دكتور الجامعه اللي حاطط المقرر. قعدنا اتكلمنا واشتبكنا بالكلام وتناقشنا وطرحنا الافكار. عايز اعرف عناوين الكلام ايه، الاسئله اللي طرحت يعني؟ كان حاجات زي مثلا بعد ما نسمع محمد طاهر وانت. تمام جميل. يا مخاطب الناس، والعناوين الرئيسيه في ازاي ندرس التاريخ مع خبراء المان قاعدين في نقاش بيتكلموا مع بعض وكتاب مصريين زيك فيما يخص ندرس التاريخ ازاي، بيبقى ايه اهم عناوين الجلسه دي او النقاش ده؟ كان مثلا كنت بتكلم في نقطه ان هو انا كنت يعني اتكلمت في الاول يومها على الكتاب، بعد كده تلقيت بقى الردود من القائمين على العمليه التعليميه في هنا والخبراء الالمان، وكان نقاش العمليه التعليميه هنا ابتسمت يعني. هما كان ليهم تحفظاتهم شويه ان انا يعني كنت قاسي شوية في نقدي. كان الموضوع مثلا ان انا بكلم من فكرة انك اصلا تفرض مقرر معين، انك تقول للطالب هو ده اللي حصل. عارف قصة ابو بكر لما ابوه خده وهو صغير الاصنام، قال له هذه آلاتك الشم العوالي، وسابه.
او انت بتعمل كده في الطفل تقول له دي الاصنام بتاعتك اعبدها، لا انت علمه ازاي يدور، يعني زي ما بيقولوا ما تصطادلوش، انت علمه الصيد حتى لو وصل النتيجة غير اللي انت وصلت لها، ما تقررلوش الحدث الفلاني تصنيفه ايه، سيبه هو اللي يقرر، حاسبه في الامتحان او في الدراسة على المنهج بتاع البحث، على الطريقة، على الاسلوب اللي عرض بيه فكرته، زي في الرياضة كده حاسبه على الخطوات بالظبط، ما تحاسبوش على النتيجة النهائية، لان النتيجة النهائية ملكه. لان هو لو طلع بعد كده من الدراسة وجي قرى حاجات تانية من وجهات نظر تانية هيفقد الثقة فيك، وممكن يفقد الثقة في كل حاجة. فكلمنا في كده، كلمنا في نقطة ان نثق شوية في ذكاء الطالب، يعني مش لازم ان انت تعامله على انه طفل محتاج اللي يديله المعلومة بالمعلقة، لا ثق في ذكائه انه من سن صغير من حقه ان هو مثلا، هي ابسط حاجة ازاي انا ادخل المدرسة اقعد 13 سنة من غير ما حد يبقى فيه باب كده بيشرح لي المصطلحات التاريخية او يقول لي ما هو تعريف علم التاريخ، يعني ازاي بدرس علم التاريخ من غير ما ادرس تعريف علم التاريخ، طب تاريخ علم التاريخ ازاي ما اعرفش الكلام ده، كنت بتكلم في كل ده. فبعدها برضو كان في بعض الافكار عندي فطرحتها على بعض يعني بعض الاصدقاء من المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي في رئاسة الجمهورية، هم سمعوني وسمعوا الانتقادات اللي وجهتها، والناس يعني الحقيقة تجاوبوا جدا وطلبوا مني ان انا اكتب يعني زي رؤية للموضوع ماشي ازاي، يعني انا لقيت تجاوب بقى من جانب المجلس، وده ده اللي بعمله حاليا. اهم عنوان انت مهتم بيه في رؤيتك لتدريس التاريخ ان هو يتحول لماده عمليه، بمعنى ما يبقاش مجرد كلام بتقوله للولد ويجي في الامتحان، يعني انا اسف التعبير يدلقه في الامتحان، لان هو حرفيا بيدلقه وبيمشي من غيره، انما تبقى ماده عمليه قائمه على انه يقعد يدور. يعني ما تجيبلوش المعلومه في الكتاب، قول له دور في الكتب، عندنا هنا في مشروع في مصر اللي هو بنك المعرفة المصري، انت ممكن تفتح موقع بنك المعرفة المصري، ولسه وزارة التعليم مصرحة بكده، قالوا هنشيل جزء من المناهج ونحيله لروابط لبنك المعرفة، يدور في الكتب، يعمل تخلي مثلا تطلب منه الامتحان ما يبقاش مجرد امتحان كده تحرير، بيكتب امتحانه جنبه مثلا مشروع، يعمل مناظرة تاريخية، اعمل لي نموذج محاكاة تاريخية لحدث. طب وريني كده انت حصل الحدث التاريخي ده، اعمل له تتبع تاريخي، يعني تبقى مادة عملية، مادة فيها حركة، ده هيحبب الناس فيها. انما اظن ده ممكن ينقل المنهج نقلة كبيرة، يعني ينقل دراسة التاريخ، هيخلي الناس تحب التاريخ، تمارس التاريخ. يا جماعة احنا عايشين، يعني انا مش من النوع اللي بيحب يكرر الجملة بتاعت 7000 سنة حضارة، لكن عمليا احنا اقدم تجمع بشري مستمر على وضعه، يعني نفس الوضع اللي احنا عليه نفس المكان. هو كان مشكلة في الصيانة بالظبط، يعني احنا اقدم تجمع بشري. صعب قوي. شكرا جدا استاذ وليد شكري على هذه الحلقه، ونتمنى لقاءات مع كتب جديده باذن الله وعناوين مهمه كسابق عناوينك. اشكرك جدا واشكركم، والتقي بكم باذن الله الاسبوع القادم. لدي اقوال اخرى. كنتم مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.